واحنا بنتكلم مع حضراتكم النهارده عن الذكاء الاصطناعي، فخلينا نروح مع حضراتكم لبنت مصريه خريجه فنون جميله فكرت انها تصمم كده وتنفذ مشروع منه تساعد على الترويج السياحي لبلدها، وكمان تستخدم فيه الذكاء الاصطناعي من خلال الرسم لاشكال فرعونيه ووجوه ابرز ملوك الحضاره المصريه القديمه على تصميمات الشنط الخاصه بيها. ازاي استخدمت الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هذه التصميمات؟ ده اللي هنعرفه منها دلوقتي. هي معانا عبر زوم المهندسه هناء الطاف. صباح الخير على حضرتك، وعايزه اعرف احنا كنا بنتكلم يمكن من اول الحلقه على مساله الذكاء الاصطناعي وازاي انه تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقه ما تلغيش وجودك كعنصر بشري في المجتمع. اهلا بحضرتك. الحقيقه الذكاء الاصطناعي ظهر من فتره قريبه يعني، و كان عامل مشكله بالنسبه لفئه الديزاينرز كلهم، وان هم حاسين هم هينقرضوا بعد كده، مش هيبقى في ديزاينر والذكاء الاصطناعي هيستبدلهم. والحقيقه انا حبيت ان انا يعني اقول ان ده مش هيحصل، يعني موضوع ضايقني جدا، فدخلت وبدات اشتغل على البرامج بتاعت او المواقع بتاعت الذكاء الاصطناعي، وبدات ان انا اثبت احاول اثبت ان الديزاينر هو او الانسان هو اللي يقدر يستخدم التكنولوجيا الحديثه، مش العكس، مش التكنولوجيا هي اللي هتتحكم فيه. وحبيت اني اوضح ده من خلال حاجه خاصه بينا كهويه مصريه، توضح للعالم كله ان احنا اللي نقدر ننزل الذكاء الاصطناعي ده لارض الواقع. من هي خلال وجهة إن أنا نظر مطمئنة بعض الشيء يا باشمهندسة، لكن تظل وجهة نظر، لأن في كلام تاني بيقول إن هو مع فترة من الوقت هيحل محل الإنسان تماما، والمنتدى الاقتصادي العالمي بيقول حتى إن في 75 مليون شخص هيفقدوا وظائفهم خلال السنوات اللي جاية. إحنا طبعا مش عارفين مدى صحة هذا الكلام من عدمه، ولكن زي ما بقول لحضرتك هي ما زالت وجهة نظر. إحنا في الأول ما كناش نتخيل إن ممكن يحصل إن إحنا نعتمد على الذكاء الاصطناعي في تصميم وان احنا نديله المدخلات، لكن دلوقتي بقى بيحصل، فمع الوقت قد تظهر بعض التقنيات الحديثه اللي تخليه هو نفسه اللي يصمم. تمام، بس مهما صمم مش هيبقى زي الطبيعه البشريه، الانسان دايما ليه تاثيرات معينه، احساس الفنان ده مش هينفع يحصل. نفس النقطه اللي الناس كلها بتتكلم فيها، الاحساس، احساس الفنان. بالظبط. فمهما الانسان يعني عقليه الانسان مستحيل انها توصل زي الماشين، الماشين مهما كان هو بيجمع معلومات بتاعه الانسان اصلا اللي عاملها، فهو مستحيل يوصل لنفس الكفاءه ونفس الفكر ونفس العقليه بتاعه الانسان مهما تطور، فهو هيفضل برضو الانسان بيستخدمه. هو يعني اللي مش هيواكب بقى ومش هيحاول ان هو يمشي مع التطور بتاع الماشين هو ده اللي هيفقد بقى وظيفته. فده اللي انا حبيت ان انا اعمله، ان احنا حبيت ان احنا نوضح ان الحضاره المصريه هتفضل على مر العصور هي موجوده باستخدام الذكاء الاصطناعي ومن غيره، يعني هي بتظهر على ارض الواقع من خلال الذكاء الاصطناعي، هتطلع منتجات على ارض الواقع، مش مجرد ان هي تبقى حاجات على سكرينات او حاجات يعني فنيه بس. لا، احنا عظيم. نقدر نجسدها ونطلعها. طيب انا يا باشمهندسه عايزه اعرف منك المراحل اللي عديتي بيها علشان توصلي للتصميمات الرائعه اللي احنا شايفينها معاكي على الشاشه، ازاي استخدمتي الذكاء الاصطناعي مع التصميمات الفرعونيه والوجوه الخاصه باشهر الملوك؟ عايزه اعرف الموضوع كان ماشي مع حضرتك ازاي. هو الحقيقه انا اصلا دارسه الحضاره الفرعونيه في الكليه، لان انا في فنون جميله كنا بندرس التاريخ عموما. فطبعا يعني لو هنرجع للفن فما فيش احسن من الحضاره المصريه، يعني الفن كله عندهم اذا كان نحت او رسم او اي جداريات او اي حاجه. صحيح. وكمان عندهم الاكسسوارز حاجه مميزه جدا ورائعه، يعني كلها هتلاقي في المتاحف عندنا ذهب، فهي ومعمله باتقان رهيب، فان الواحد يقدر ان هو يستخدم ده. وقعدت فكرت ان انا اطلع ده بتفاصيل الحاجات الفرعونيه بالوانها باكسسوارز بتاعتهم بالموتيفات بتاعتهم، تطلع من خلال منتج احنا نقدر نستخدمه، منتج يومي يعني حاجه نستخدمها كل يوم، شنطه بنلبسها بننزل بيها بنتحرك بيها. الحقيقه يعني الموضوع ان انا بدات اركز، انا عايزه اوضح ده اكتر،
فجمعت التفاصيل والحاجات الممكنة اللي أنا ممكن أستخدمها في ده وأبرزها فيها، ومن غير ما تكون إن هي شكلها حاجة قديمة، يعني ما تبانش إن هي قديمة، يبقى ستايل حديث ويقدر يستخدم، يعني ممكن يستخدم في أي حاجة. بس فاشتغلت على الموضوع وركزت وبدأت أعمل تجارب على الذكاء الاصطناعي عشان يطلع لي أشكال مختلفة لغاية ما وصلت للحاجة اللي أنا متخيلها. فستيل برضو إن الإنسان هو اللي بيتخيل وهو المبدع، مش الذكاء الاصطناعي هو بينفذ اللي إحنا بنقوله له. ده عظيم. طيب هل في مصممين تانيين بيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي؟ هل هو متداول الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التصميمات؟ حاليا بدأ الموضوع شوية، بعض المصممين بدأوا ان هم يستخدموه، طبعا بيستخدم وممكن يتعملوا ريتاتش من المصمم نفسه، وممكن يستخدمه زي ما هو، لان الذكاء الاصطناعي هو كل يوم في تطور وفي تعلم من الناس اللي بتستخدمه، كل ما الناس بتستخدمه اكتر فهو بيتطور اكتر. فبعض الناس وبعض الشركات استخدمت اعلانات فعليا مصممة من الذكاء الاصطناعي. ده عظيم جدا. لكن في مصر الموضوع لسه شوية، يعني احنا بس بدأنا، ودي حاجة خطوة حلوة جدا ان احنا نبدأ في ده. كل التوفيق لحضرتك يا باشمهندسة، بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا. المهندسة هناء ألطاف، مصممة الجرافيك، شكرا جزيلا ليكي.